صباح الخير يا زلمة، طبعا في تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيضم لكم كريم مجد اليوم 22 أكتوبر 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تداولات إيجابية وشديدة العنف كمان للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، وده راجع أكيد في المقام الأول لارتفاع شهية المخاطرة بشكل كبير مع ارتفاع الأمال للتوصل طبعا الاتفاق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية. من ناحية تانية كمان ارتفاع الأمال للتوصل لاتفاق بشأن البري إكزيت طبعا من بريطانيا من داخل الاتحاد الأوروبي. كل ده أثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين، بالإضافة لحركات تصحية كمان ممتدة بيقوم بيها الدولار الأمريكي أثرت بشكل مباشر على الأسواق. امبارح ما كانش عندنا بيانات من شأنها تؤثر على الأسواق، والنهاردة نكون في انتظار بيانين هامين. هو معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي متوقع ليه 860,000 مقارنة بالأسبوع الماضي اللي كان 898,000. أيضا مبيعات المنازل القائمة لشهر سبتمبر متوقع ليه 6,300,000 مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 6 مليون فقط. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء الايجابي وعوده الروح الايجابيه للجنيه البريطاني مره اخرى، وخروجه وابتعاده وثباته واستقراره اعلى 38.2 في بوناتشي، وهي دي المحطه والمرحله الاهم من الجنيه البريطاني. ارتفاع مستقر واضح جدا، اداء ايجابي اعلى ال 18.40 على 38.2 في بوناتشي، اداء ايجابي على مؤشر الاستوكاستيك على مؤشر دي ام اي، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، المسافه بينهم وثبات السعر عليهم. بعد اصطدام الجنيه البريطاني بنقطته الهام عند 18.80 رجع وقام بحركات تصحيح علشان يتلقى دعم مره اخرى عند 18.40، وده هيدعمه لمزيد من الارتفاعات وفرصة مرة تانية طبعا لعودة الأداء الصاعد مرة أخرى. ولذلك نتوقع إيجابية الاتجاه بشرط كسر 18.80 عشان يروح 19.10 وراها 19.50، مرة تانية كسر 18.80 وراها 19.10 وراها 19.50. السيناريو الآخر المعاكس اتحقق بكسر 18.10 وراها 17.85 وآخر نقطة عند 17.50. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد متداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.